تمام، يعطيكم العافية. راح أبلش يعني مقدمة سريعة عن المادة، راح يكون 10 دقايق بس نفهم إيش المعنى يعني بشكل عام. في البداية الـ small signal، إيش معنى small signal و frequency analysis amplifier؟ تمام، small signal شو معنى كلمة small signal؟ يعني الـ AC source تبعي، الـ AC source اللي موجود هون، ايوه هاي اللي حتكون عندي الدارة من هذا الترانزستور الامبليفاير، يعني هذا الاي سي سورس بدي اعمل له امبليفيكيشن. تمام، معنى امبليفيكيشن هسه بحكي، بدي اعمل له امبليفيكيشن تمام، بس بتكون سمول سيجنال، يعني السورس ماله بكون سمول سيجنال. يعني كيف يعني سمول سيجنال؟ يعني 10 ملي فولت، 50 ملي فولت، بالملي فولت، يعني مش لارج سيجنال، مش كبيره. تمام، طب ليش احنا بنختار سمول سيجنال؟ انا كاتبها هون من سمول فاريشن اوف ذا كيو بوينت. طب كيف يعني؟ لانه قد ما تغيرت، يعني فرقت لو تغيرت 10 ملي فولت، 5 ملي فولت، يعني قد ما تغيرت من من من, من السالب 10 ملي فولت لل 10 ملي فولت مثلا، يعني اوكي، هل الكيو بوينت نفسها الاوبريتنج بوينت راح تتغير كثير؟ لا، تتغير هيك بشكل كثير صغير. هذا التغير تقريبا نيجليجبل، يعني ما عم نهتم فيه. فمشان هيك نختار small signal. لو كان large signal، يعني signal large، هيك يكون التغير مثلا. طب تقدر انت تعمل هذا التغير؟ اصلا بصير non-linear، اصلا بصير مش بس لي، يعني هون احنا ناخذ مثلا linear تقريبا، هون بصير ابدا مش، يعني ما بتقدر تدرسه بسهولة. هذا ايش بصير؟ مواضيع advanced. تمام، طيب low frequency analysis. ليش مختار يعني medium او low frequency مش high؟ ما بندرس high frequency ليش؟ ببساطة الترانزستور عبارة عن، في عنده شيء اسمه junction capacitors، مش هذول capacitors في junction capacitors، يعني مثلا هاي في هذا البيس تبعي، بين البيس وال collector في كاباستور، وبين الكوليكتر والإميتر في كاباستور، هيك زي كأنه زي مثلث عاملين، لاحظوا، وبين الإميتر والبيس في برضو كاباستور، 3 كاباستور هيك زي دائرة أو مثلث، تمام، حوالين هيك بكونوا مثلا، يعني هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك. تمام، قيمتهم بتكون كثير قليلة. كم يعني؟ بالبيكو فرد كم بتكون قيمتهم؟ بالبيكو فرد يعني كثير قليلة. تمام، كثير قليلة، بس تكون قيمتهم كثير قليلة. تمام، لو اشتغلت انا على هاي فريكونسي وما قيمتهم كثير قليلة، لو انا اشتغلت على هاي فريكونسي بكون لهم تأثير، بكون لهم تأثير. فبصير لازم احسبهم بحساباتي، فبس بدي احسبهم بحساباتي، تخيل كاباستور هيك ومعقد بصير الموضوع، صح؟ احنا شو بندرس برضو؟ ما بندرس الهاي فريكونسيز، ندرس ايش؟ المينيوم لو، يعني لو فريكونسي. تمام، مشان ما نهتم بايش هذول الكاباستور، شو بنسميهم؟ جنكشن كاباستورز، في يعني موضوع خاص لهم. تمام، بالسكند يعني، اوكي تمام. امبليفاير، شو يعني امبليفاير؟ بكبر. طبعا احنا ما حندرس بس امبليفيكيشن، اتينيويشن برضه. شو يعني امبليفيكيشن؟ تكبير، اتينيويشن تصغير، يعني انا بقدر اكبر السيجنال، اكبرها من 10 ملي فولت ل 1 فولت مثلا، تمام، وبقدر اعمل لها تصغير، اتينيويشن. طب انا متى بحتاج يعني هيك بس شويه، متى بحتاج اكبر السيجنال؟ بس انا بدي اياها، يعني انا سيجنال مثلا، نروح على الكوميونيكيشن شوي، الفويس مثلا انت بتبعثه، تمام، ايش بدك؟ بدك تكبره، بدك تسوي له امبليفيكيشن عشان ايش؟ يوصل مثلا اوضح. طب شو اللي بدك تعمل اتينيويشن؟ اتينيويشن شو؟ تصغير، تصغره. شو السيجنال اللي بدك تعملها اتينيويشن؟ النويز مثلا، الضوضاء اللي على الجانب، تمام، الضوضاء اللي مع السيجنال. فاحنا عندنا شو؟ امبليفيكيشن اتينيويشن. تمام، طيب نيجي على الكاباستورز الموجودين. هاي السيركت اخذتوها بالالكترونكس، اوكي، هيك بتكون دائما الترانزستور البي جي تي. طيب نيجي على هذول الكاباستورز، الكابلينج كاباستور والكابلينج برضو بنسميه الباي باس كاباستور، اوكي. ببساطة ليش هذا موجود وليش هذا موجود ليش هذا موجود؟ نحكي عن كل واحد ليش موجود بالضبط. هذا الكابلينج كاباستر
هذا الكابلين كاباستر، وهون في لود طبعا درسونا يعني، هاي في هون لود تمام، في هون ايش ار المهم ار لود تمام، هون في ار ايش لود تمام، وهون شو في الفولتج سورس الاي سي فولتج سورس اي سي تمام، وهون شو البايس زائد 15 فولت هون ايش ناقص 15 فولت او مثلا جراوند تمام. طيب بس هو بالعاده بهاي الماده بيكون في سي وزيرو تمام. طيب الكابلينج شو بيعمل، الكابلينج شو بيعمل، هذا الكاباستور اول شيء قيمته ما بتكون واطيه كثير، يعني ما بتكون بالبيكو فرد زي ما حكينا هذلاك، ف احنا حنهتم فيهم شوي، حنهتم فيهم شوي، بس هسه بنشوف بنعملهم برضو ابروكسيميشن يجيهم ايش هو بالدي سي اناليسز. بالدي سي اناليسز ايش بنعمل، احنا بنعرف بالدي سي الفريكوانسي مالها صفر صح، فالامبيدنس او الرياكتنس، الرياكتنس للكاباستور شو هي، اللي هي اكس سي ايكوال 1 على جي اوميجا سي، احنا بنعرف انه الفريكوانسي صفر، فواحد على صفر انفينيتي، ما دام هاي انفينيتي في الدي سي شو يعني انفينيتي الرياكتنس، يعني اوبن سيركت، فهذا شو بقدر الغي، هذا بقدر الغي تمام، هذا بقدر ايش الغي، يعني هذا بقدر هيك، هذا بالدي سي اوبن سيركت، فهذا ايش بنشيله، شوفوا شو فايدتها هسه نعرف انها بتشيلها في الدي سي. طيب نروح على اللود هذا برضو، برضو هاد بتكون قيمته ايش قصيرة قليلة تمام، مش قليلة بالملي فارد مثلا، القليلة الجنكشنز بتكون قيمته بالملي فارد، يعني قيمة مش صغيرة كثير تعتبر بالملي فارد بالنسبة للكاباسترز قيمة منيحة تمام. نفس الفكرة أوميجا زيرو اللي هي فريكوانسي دي سي، فشو معناتها، ايش معناتها، يعني واحد على ايش زيرو، واحد على واحد على زيرو انفينيتي، فهاي برضو اوبن سيركت، فهذا نفس الاشي برضو ايش اوبن سيركت، فهذول كلهم اوبن سيركت، بتصير الدارة بس هذا الترانزستور تمام. طيب نيجي على الثاني اللي هو بالاي سي، احنا بنعمل دي سي اناليسز واي سي اناليسز. الدي سي احنا خلصنا من هذول تمام، بالدي سي اناليسز احنا خلصنا من شو، من هذول. طيب ليش انا خلصت منهم، ببساطة انا اللود تبعي، انا اللود تبعي ما بدي اياه يشوف البايس، هون حيكون في حكينا ايش الفي سي سي صح، الفي سي سي هون الفي سي سي صح، شلون في في سي سي، انا ما بدي اياه يشوف الفي سي سي، انا بدي اوصل له، بدي اوصل له اي سي سيجنال، بدي اوصل له ايش الاي سي سيجنال، بس انا ما بهمني، ما بهمني يوصل له الدي سي. طب احنا ليش بنحط دي سي، لانه الترانزستور ما بيشتغل الا بدي سي سورس، بدون دي سي ما بيشتغل، احنا بدنا نستخدم الدي سي بس عشان يشتغل الترانزستور بس، مش عشان اشي ثاني، فبس ما بدنا اللود ايش يشوف دي سي، فايش بنعمل، ايش بنعمل برضو السورس نفس الاشي، ايش بنعمل، بنحط هذا الكاباستور بحيث انه في الدي سي اناليسز بس يكون الانبوت تبعه دي سي يطنشه، ما ياخذ الدي سي، شو ياخذ بس الاي سي، ياخذ بس ايش الاي سي تمام. فبالدي سي ايش بنحطهم هذول دائما الكاباستورز كلهم اوبن سيركت، اوبن سيركت تمام. نيجي على ايش الاي سي، بالاي سي لاحظ بنحطه بنسوي اسامبشن انه سي ايكوال انفينيتي، يعني هي قيمتها بتكون مش صغيره، كبيره شوي، فتقريبا بقدر افرضه، يعني هو مش دقيق كثير طبعا، بس بقدر افرضه ايش شورت سيركت، فانا بفرض هذا شورت سيركت وهذا شورت سيركت بكمله طبيعي، ولا كانه في كاباستور موجود، وروح الاوتبوت لللود وكل اشي بدنا اياه تمام.